هتسجل باسم نادي في الاتحاد المصري للكاراتيه، هتسجل باسم نادي، باسم نادي في الاتحاد المصري للكاراتيه. دي تاني حاجه. ابتدي اخد السيات الابيض وابتدي اشارك في الاختبارات اللي بيعملها الاتحاد المصري للكاراتيه، اللي هي كل 3 شهور بيتعمل 5 اختبارات في السنه، كل 3 شهور. طبعا عشان انت بادئ من سن 4 سنين هتاخد اصفر بعدين اصفر، حزام برتقاني وبعدين حزام برتقاني، حزام اخضر بعدين حزام اخضر، حزام ازرق بعدين حزام ازرق، بعدين حزام بني وبعدين بني وان، يعني اصفر 10، اصفر 9، برتقاني 8، برتقاني 7، اخضر 6، اخضر 5، ازرق 4، ازرق 3، بني 2، بني 1. دي ترتيب الاحزمه، هتاخدهم بالظبط في 3 سنين او سنتين ونص. كويس الكلام ده لو انت بادئ من وانت عندك 4 سنين. بعدين هتقعد سنة على البني وتاخد اسود، حزام اسود دان، دان 1، هتقعد سنة على البني وتاخد اسود لو سنك 14 سنة.